برضو في مشكلة تانية متكررة بنسمعها، مش بس أونلاين ولكن حتى في المحلات اللي ممكن حد يروح يشتري منها حاجة، فكرة رفض المحل الاستبدال أو استرجاع السلعة. قولي برضو المشكلة دي بترصدوها إزاي، بيتم التعامل معها إزاي، هل بتشوفوها كتير ولا لأ، ولا ثقافة الاستبدال والاسترجاع انتشرت بشكل أكبر؟ خليني أكون واضح مع حضرتك، هي كانت فعلا هذه الثقافة أو غير مرغوب فيها من البائعين، من أصحاب لكن المحلات. أصحاب المحلات، لكن خلينا دلوقتي الثقافة ابتدت تنتشر، وخصوصا بعد ما العقوبات أصبحت رادعة. قانون حماية المستهلك واضح جدا، بيدي 14 يوم استبدال أو استرجاع في بدون أسباب في حالة وجود السلعة على حالتها الأصلية، بيدخل بعد كده لمدة شهر أو 30 يوم في حالة وجود عيب، وده بقى ده القانون الجديد. ثم بالظبط، ثم بعد كده بيبتدي يسري الضمان، وليه برضه طرق استبدال واسترجاع بعد فترات معينة أو بطرق معينة. ولكن بنقول إن الغالبية العظمى دلوقتي بقى بيستجيب استجابة مباشرة، أو بمجرد حتى تدخلنا المباشر بالتليفون بيستجيب الاستبدال والاسترجاع. طبعا في حالة عدم الاستجابة بنبتدي نتصاعد بالإجراءات وإصدار قرار ملزم من مجلس الإدارة، ثم الإجراءات القانونية. بس ده نقول يعني دايما بنحب نبشر الناس ان نسبتها لا تعدي 5% من اجمالي الشكاوى اللي بتيجي الجهاز. يعني الاستجابه لسه هسال حياتك، يعني حجم الشكاوى اللي بترد الى الجهاز من هذه المشكله تحديدا، عدم الاستبدال او الاسترجاع، بتقولي 5% فقط؟ 5% فقط اللي بتحال الى مجلس الاداره لاصدار قرار، لكن حجم الشكاوى اللي بتيجي في الاطار ده بقى. ما انا بقول لحضرتك احنا الجهاز خلال السنه اللي فاتت سنه 2019 تلقى تقريبا 59600 شكوى. خلال الفتره من يناير حتى 30/6 تلقى 63000 شكوى، كانت فتره كورونا والناس قاعده والشكاوى كتير، الناس تلقينا حوالي 63000 شكوى خلال الثلاث اشهر اللي فاتت. 63000 شكوى بشكل عام؟ بشكل عام في خلال الثلاث اشهر اللي فاتوا بس احنا تلقينا اكثر من 55000 شكوى. مع التوعيه، مع يعني التركيز في توعيه المستهلك بحقوقه، ابتدت الناس تعرف الجهاز اكثر وتعرف ازاي طرق التواصل معاه، وانها يعني تلجا للجهاز لحل شكاويها. وبنقول نسبه حل الشكاوي الحمد لله ابتدت توصل من 80 ل 85% في نسب حل الشكاوي الفوريه. يعني البعض بيرى ان المستهلك هو الحلقه الاضعف في حركه البيع والشراء، الى اي مدى ده حقيقي، والى اي مدى ممكن نقول ان القانون الجديد اعطى للمستهلك حقوق كثيره يمكن كانت غايبه عنه قبل كده؟ خليني اقول لحضرتك الكلام دوت فعلا في حاله عدم وجود جهاز وقانون اقوياء. لا، في حاله عدم في وجود جهاز قانون قوي وجهاز قوي بينفذ هذا القانون، فبالتالي الدوله هي اللي عاملاه، فبالتالي ما بقاش المستهلك هو الضعيف، بل بالعكس بقى هو الحلقه في توازن في الحلقات زي ما بنقول في حلقات التداول، وهو اصبح قوته تساوي قوه البائع او المصنع، لان في بنقول قانون قوي. ليه قانون قوي؟ زي ما بنقول هو قانون، مش احنا اللي بنقول ان قانون حمايه المستهلك الجديد هو من اقوى قوانين حمايه المستهلك في العالم، لا، بنقول الاتحاد الاوروبي بيقول كده، وده نتيجه ان في فصل كامل للشراء عن بعد او التجاره الالكترونيه، وادى تنظيم خاص ليها يمكن سبقنا بيه بعض الدول الاوروبيه اللي احنا خدنا تجربتهم وابتدينا من خلالها. القانون بيغطي معظم النقاط اللي ما كانتش موجوده قبل كده، الاعلان المضلل، البيع بالتقسيط، حتى العماله الحرفيه اللي بتيجي تركب لمبه او بتعمل حاجه في البيت ويسبب في بعض المضار، كل ده غطى نقاط كتيره. المسابقات اللي كل طول النهار كنا بنشوفها، كل ده يعني القانون غطاه بعقوبات رادعه. القانون فيه عقوبات بتتراوح زي ما بقولنا حضرتك من 10000 جنيه لمليون ل2 مليون، لضعف سعر السلعه لبعض السلع اللي اكتر من 2 مليون جنيه، للحبس، للسجن.